شنب. أنا مش فاهم سالفة شنب هذه. صارت رمز الرجولة. كل ما كبر كل ما كان لفلف. يقولك عند السوريين قبل كل ما كبر وكل ما لفلف كل ما صار باب الحارة. الشنب يصير باب الحارة نفسه، مو بالباب، مال باب الحارة نفسه. في الهند وفي المليبار كل ما كان كبر إنه حتى ما تشوف سانتا كلوز ما شاء الله لين هني ما يبين. المهم الشنب كان دائما ترجمة لشخصيا. ما أنا الشيء مفهوم منه، لأن الحديث يقول حفوا الشنب، حفوا الشنب يعني حفوا الشوارب، أعفوا اللحى. والشارب إذا تجاوز الشفة هني الحد إنك القصة، أو إذا طول 40 يوم وما حلقته على ما أذكر في فقه السنة أنت آثم، عندك 40 يوم. بس بتجي من آداب يوم الجمعة اللي هو حلق عزكم الله شهر البوط أو العانة عزكم الله، أو حتى ترتيب الشنب لأنها أيضا من الفطرة. إذن كيف صارت اخشوا شنو؟ فإن النعمة لا تدوم إلى السجن للرجال، إلى رجال ما يعطي الحرمة مجال، الرجال اللي ما يعيبه شيء. أغبى حكمة سمعتها في مجتمعاتنا، الرجال ما يعيبه شيء. بلى الرجال يعيبه إذا ما حن على حربته، الرجال يعيبه إذا ما أكرم ضيفه، الرجال يعيبه إذا انشهر بالفسق والمجون، الرجال يعيبه في عيوب إذا انشهر فيها، والمجاهرون بالمعصية هم أسوأ الناس. لا، إذا الرجال يعيبه. لكن احنا نقول الرجال ما يعيبه شيء، قهرني يوم الحرمة تقول لا أخي أنت بعد تفهمي صح، علم عيالك صح، تعلمين غلط، ما يصير. فصارت التقاليد، وكل ما لفلف الشنب وكل ما كبر الشنب. خلنا نوقف هنا شوي، خلنا نوقف عند سالفة الشنب، إن هي رمز للرجولة، مو برمز الخشونة. إذا رمز الخشونة ترى الغوريلا ريال، على فكرة الغوريلات مو بس هو قوي وشديد وخشن، بل أيضا رحوم. بمعنى إذا في غوريلا صغير أمه ماتت أو أبو مات، باقي الغوريلات يعترون به. إذن حتى الغوريلا صار ريال بمعنى الخشونة. لا، فكروا فيها بمعنى الرجولة. إذن مو خشونة الغوريلا شنب، مع أن الغوريلا ما في شنب مسكين، لكن في حواجب ما أعتقد. لا ما في، هو جلد ما شاء الله ناقع، بس ما أعتقد في حواجب. بجرب عقب ما خلص ما نشوف، بقول لكم قصة خشونة أو معنى رجولة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. أخذوا الصحابة حملوه على الأكتاف، مشوا به إلى المقبرة. بعد أن حفروا وضعوه في القبر، وضعوه في اللحد، سندوه على اليمين، وجهوه للقبلة، طلعوا من القبر. الحين تفاهم، تخيل نفسك مع أبوك، مع عمك، مع خالك، مع أحد الناس اللي تحبهم، فجأة أنت تأخذ التراب وترميه على وجهه. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير بن عوام، أخذوا التراب ورموه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتبهوا، ما انتبهوا أبدا. يوم ردوا، أحد الصحابيات قالت: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحفوا التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا بكوا وانهاروا، هنا انتبهوا، في المقبرة ما انتبهوا. هني نبريايل، في هاللحظات نبريايل، أيام حروب الردة، يوم عمر الخطاب قال لو أبقيت الجيش يدافع عنا هني، لأن الناس قاعد ترتد، قال لا، لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرجع في قرار النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، لو منعوني عقاد بعير لقاتلتهم عليه. فأرسل 11 جيش. القرار في اللحظات الحاسمة، هذه رجولة. ما هي برجولة أني صوتي عالي على النساء، ما هي رجولة أني شنبي كبير. هذا رمز بس يا جماعة الخير، مو بلازم الرمز تحولونه أي ترجمة فعلية. شنبك يوم تشرب شاي يغط فيه بسكوت، ما يصير. يعني نظافة يا جماعة. أنت أنا تعرف من يغمضني بنتي يوم يبوسها، ما يصير لها تخدش، ما يصير. هذا أظن يوم يأكل حتى ما يحط يده، يسوي شيء لحم ويصحن وهي ويأكل، ما يستوي. لا تفهموني غلط، أنا ما أطنز على المرجلة هني، أنا أطنز على ترجمة خطأ لرمز الرجولة اللي إحنا يبناه مش من الدين. ما تقولنا تقاليد، بقول لكم وكذلك وجدنا آباءنا يفعلون. بحيث أنتم كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، مثل كانوا أتباع قوم إبراهيم أم الجاهلية الأولى،
أما تقول لا أنا، قال الله ثم قال الرسول، هني معنى الريال الحقيقي. ورسالة للشباب، يوم من الأيام بيجي لكم واحد بيخطب بنتكم، ترى حد يقول لي أنا بختار لها، بالله اختارت حد، ويصير في مجتمعات عربية هم يختارون، مجتمعاتنا قاعد يصير هالكلام، مو بسمونه لاف مارج وارينج مارج. ذيالك واحد من طرف منتك عرفته في الدوام في الجامعة في أماكن، والحشيمة لك لو بنتك، والحشيمة لي ولي بنتي، لكن يمكن تصير لبنتي. أنا بطلب من الريال شيء واحد، أقول له بارك الله فيك، احفظي البقرة، آل عمران، النساء والطلاق. حفظ، بقول له حفظ الله بيحفظ بنتي، ما حفظ الله يا بنتي ما بيحفظك. والله إذا على البيزات، ترى لو عاند الشاب الريال لمن من يخطب الحسناء لم يغليها المهر. إذا الريال حط في عينه بنت والله لا يجيبها، مو إحنا عندنا كذا رجال بيجيبها، بنك الحرام يقرضك لو أنت ورا السجن. ما عليه من كلام البيزات، حطام دنيا خلوه حكم، كله مو صخ دنيا، لا ما نبخذه. ريال اللي بيحافظ بنتي لي، أحفظ هذيل وتعال حفظها خذها. وذكروني هالكلام يوم إن شاء الله بنتي بتكبر، الله يحفظ لكم عيالكم. وهكذا يا بنتي كريستينا يخضع الشعب لمن بيده السلطة. ما شاف سماوات سبع، ما شاف الأبواب، ما شاف الملائكة حراس الأبواب، ما شاف السماء السابعة.